فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوش تانية سنوي، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة من فرع الجبر هناخد درس الاسس الكسرية. قبل اي حاجة نسمي الله، بسم الله، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الصعب اذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت يا باشمهندس كده تقوم تعمل لك كوباية شاي او كوباية القفي بتاعتك، تظبط راسك كده وتقعد تكون متهيأ للدرس. لازم تركز في كل تفصيل بقوله، لو عينك غمضت كده في تفصيل هتلاقي عقد مقابلاك. يا ريت يا باشمهندس تركز جامد معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاسس الكسريه؟ قالك الاسس الكسريه اللي هي الجذور اصلا، الاس الكسر اللي هو الجذر اصلا. ده كان اسمه ايه؟ جذر تكعيبي. قالك يا باشمهندس من الاخر الخلاصه، بتشوف الاس اللي هنا ايه وتقسمه على رتبة الجذر، يعني هنا ألف أس تلت، هنا ألف الأس اللي هنا واحد نقسمه على الأربعة يبقى واحد على رتبة الجذر. عارف الرقم اللي بره هنا ده؟ هو اللي بيتحط في المقام. يعني هنا ألف أس خمس، يعني هنا ألف أس سبعة، يعني هنا ألف أس واحد على اتناشر. طب لو كان جذر تربيعي يا أستاذ، هنا ألف أس واحد على اتنين، الجذر التربيعي الوحيد اللي ما بنحطلوش رقم هنا. تمام؟ تمام. مفيش حاجة اسمها يا شباب جذر الواحد، يعني محدش يقول لي ايه هو في جذر اسمه واحد يا أستاذ؟ أنت ذكي يا ذكي، ما هو ألف أس واحد على الواحد يعني ألف نفسها، فمفيش حاجة اسمها جذر الواحد. فالراجل لخص لك الموضوع ده في القاعدة دي، بيقول لك لو انت بتجيب جذر نوني، يعني هنا اي رقم بس الرقم ده يكون صحيح ويكون بالموجب، يعني معنى كده يا استاذ الجذور دي ما ينفعش يكتب هنا نص ولا تلت ولا خمسة. قال لك لا، ما تنفعش تكون بالسالب، ما تنفعش تكون واحد. فلخص الكلام ده كله، قال النون تكون رقم صحيح بالموجب من غير الواحد. الى الان تمام؟ تمام يا استاذ، والموضوع فري، ما هو سهل فيش في حاجه، بس انا بقول لك ركز عشان ما تتلخبطش. تمام يا استاذ، يعني انا لو معايا جذر النون الالف اقول الف اس واحد على نون بالظبط. طب لو كان العدد اللي جوه عليه اس، طب ما هنا كان عليه اس بس اس واحد، نفس الكلام، الف اس تلاته على خمسه، الف اس اتنين على سبعه، ألف أس أربعة على تمانية. أنت مركز بعمل إيه؟ باخد الرقم اللي هنا أهو أقسم الأس عليه، ألف أس خمسة على عشرة. طيب الناس بقى تركز، ممكن يا هندسة أنت تمشي بالعكس. يعني إيه أمشي بالعكس؟ يعني افرض إن أنا اديتك مسألة زي دي كده، تخيل إن ده مش موجود، بتقوم أنت باصص على المقام، خمسة يبقى ده الجذر الخامس، وهنا ألف أس تلاتة، ها ده كام؟ سبعة، يبقى هنا الجذر السابع لألف أس اتنين، ها ده كام؟ تمانية، يبقى هنا الجذر التامن لألف أس أربعة. غلط. إيه ده يا أستاذ؟ غلط ليه؟ طب ما هي، طب ما هي كانت كده حضرتك، أنت عملتها كده. قال لك في فرق بقى، أول ملحوظة من الحاجات اللي بتلخبط. قول يا أستاذ. لو انا اديتك قص لازم تبسطه الاول، لو انا اديتك قص لازم تبسطه الاول. يعني هنا دي يا استاذ الف قص نص لما قسمت على الاربعه، يعني الجذر التربيعي الالف. برافو عليك، معنى كده دي يا استاذ هتبقى الف قص نص، يعني الجذر التربيعي لالف. ايوه يا باشمهندس، ما هيش الجذر العاشر لالف قص خمسه. ايوه تمام يا هندسة. يا رب يا باشمهندس تكون الأمور واضحة معاك. تعال ناخد تدريب عليهم كده ونشوف انت فهمت ولا لا. يلا بينا يا أستاذ. بص يا سيدي، أنا عايز الجذر الرابع ل 16 أس سالب 3. قمت انت قايل الجذر الرابع ده يا أستاذ دي 16 أس
سالب 3/4. برافو عليك. ال 16 دي 2/4 في سالب 3/4، لان الاس المكرر بينضرب وهنعرف دلوقتي. يبقى الناتج 2/3 دي بتمني يا استاذ. صح، الاس السالب بيقلب اللي تحته هتبقى تم. طب هنا لما تيجي تاخد جذر زوجي، خد بالك الجذر الزوجي ما ينفعش يكون تحته سالب. ركز، الجذر الزوجي ما ينفعش يكون تحته سالب. الجذر ده يا استاذ معناه ان انا اقسم الاس اللي موجود على 2. طب هنا سؤال يا استاذ، السين بس اللي قسها اقسمه على 2، ولا الصاد هي اللي اقسمها على 2، ولا كل واحده منهم لازم اقسم قسها على 2؟ كل واحدة لازم تقسم قصها 2. يبقى دي 2 على الاتنين، الاتنين اللي هي دي، الاتنين اللي في المقام اللي هي رتبة الجذر. وتحت هنا 6 على الاتنين. طلع النتيجة، ركز عشان هنغلط اهو، سين وصاد قص 3 غلط يا أستاذ. ما هو 2 على الاتنين فيها السين قص 1، وهنا الصاد قص 3 غلط. طب ليه غلط؟ قال لك يا هندسة الجذر هنا ايه؟ قلت له زوج الرتبة يا أستاذ. قال اللي تحته لازم يكون بالموجب. هل انت تعرف بقى السين ولا الصاد موجبين ولا لا؟ هم جاهل. لا، فعلشان كده بنقوم حاطين الناتج في مطلق. طب ركز بقى في اللي جاية دي علشان برضو هتتلخبط. الستاشر دي يا باشمهندس 2/4، سين قص 4 صاد قص 8. هنعمل ايه في الأس؟ هنقسم كل واحد منهم على الأربعة يا أستاذ، اللي هو رتبة الجذر. صح، برافو عليك، كمل. 2/1، هنا سين أس 1، هنا صاد أس 2 لما بسطنا. غلط يا هندسة. ليه؟ ده جذر يا أستاذ زوجي، اللي هو 4 ده زوجي، فلازم يكون اللي جواه بالموجب. فأنت تعرف السين دلوقتي موجبة ولا سالبة؟ لا يا أستاذ، فحطها في مطلق. عم واحد دلوقتي محتاج يا أستاذ، طب ليه الصاد ما حطتش عليها مطلق؟ قلت له لأن الصاد هنا لها أس 2، وأس 2 بتاعها لو هي سالب هيشيله. يعني صاد أس 2 تخيل إنها كانت بالسالب، يبقى السالب في سالب بموجب. تمام؟ يبقى ركز، لما تيجي تحط مطلق، إمتى بحط مطلق وأنا بحسب جذر؟ لما يكون اللي جواه مجهول. تمام يا أستاذ إلى الآن. بعد كده يا باشمهندس تاني حاجة تركز فيها، لو كان أس المجهول زوجي ما بنحطش مطلق، فردي بحط مطلق. تمام؟ تمام يا أستاذ. طب يلا هنا، هنا يا أستاذ الأس هقسمه على 2، بقت النتيجة 9/8 سين تربيع. ركز دي يا باشمهندس 9/16 سين تربيع، مش 9/16 في سين تربيع. مش كده المسألة دي، مش كده يا باشمهندس. لا، ده السين تربيع فوقنا اهو في الأس، ما عاد اللي فوق ده. تمام؟ فأنا قمت ماسك الأس قسمه على الاتنين. إلى الآن في مشاكل؟ إن شاء الله ما فيش يا أستاذ. طب نكمل نشوف كده حتة الفهم بتاعتك. لو كان الصفر أكتر من ب أكتر من ألف، يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده إن ده بالسالب وده بالسالب. والجيم، الصفر أصغر من الجيم، يعني الجيم بالموجب يا أستاذ. حلو قوي. تعال هنا بقى يا هندسة، هنا يا أستاذ الأس ده زوجي هيشيله، هيبقى باء في جيم جوه مطلق. تمام، زائد هنا باء، الأس 2 هيشيل ده بس هحط الناتج في مطلق، ألف ناقص جيم. صح، برافو عليك. وتحت هنا يا أستاذ هنحط الناتج في مطلق، هيكون مطلق ألف في باء. طيب قمت جاي يا باشمهندسين عشان أطلع الناتج من غير ما أوجع قلبي بقى وأقعد أخد بالي من الشروط ودي ودي، قمت حاطط أرقام. قلت دي مثلا إيه؟ سالب 2، ودي بسالب 1، ودي بواحد بالفرد، فرضتهم كده. وقمت جاي معوض، هنا سالب 1 في 1 بموجب 1 لأن ده مطلق، زائد الباء قيمتها بكام؟ الباء قيمتها بسالب 1 اهو، وهنا أ بسالب 2 ناقص 1 كده سالب 3 في مطلق ب 3. إلى الآن تمام؟ تمام يا أستاذ.
على. تعال هنا يا باشمهندس، ألف في باء سالب اتنين في سالب واحد بموجب اتنين يا أستاذ، يبقى واحد ناقص تلاتة على الاتنين، سالب اتنين على الاتنين فيها السالب واحد، يبقى جبت المسألة دي كلها بتساوي سالب واحد. قدرت يا باشمهندس تعرف احنا مشيناها ازاي؟ أول حاجة أنا خدت بالي من قواعد الأسس، جيت أشيل جذر زوجي واللي جواه مجهول، حطيت الناتج في مطلق طالما الأس اللي اتبقى فردي. هنا يا أستاذ أس 2 لما شال الجذر حطيت الناتج في مطلق، هنا أس 2 لما شال الجذر حطيت الناتج في مطلق، إلى الآن تمام؟ تمام يا أستاذ. قمت جاي بقى حطيت أرقام، بيقول إن أ هو اللي أقل من ب ودول أرقام بالسالب، قمت حاطط أي رقمين يعجبوك، مش شرط دول، أي رقمين بس بالسوالب، وتراعي إن أ الصغير و ب الكبيرة. طب هنا الجيم، الجيم رقم بالموجب، فأنا قمت حاطط يا أستاذ إيه؟ واحد. عايز تحط اتنين تلاتة خمسة اللي أنت عاوزه، وقمت معوض في العلاقة الأخيرة، طلع لي الناتج بسالب واحد. بس بدل ما اقعد اقول لك خد بالك من المقياس ومره موجب ومره سالب، الكلام ده كله بعدت عنه. الى الان تمام؟ تمام يا استاذ. نكمل اللي انت اتعلمته بقى في الاسس الكسريه، لو جالك في معادلات بتتصرف فيه ازاي؟ واحده واحده مع بعض، واحده واحده. اول حاجه بالترجم دي معناها ايه؟ ركز بقى، دي معناها 3 على 2 يا استاذ. كويس قوي. لما تيجي تشيل الأس، ركز، فاكر أفكرك، س تربيع كانت بتساوي 9، كنا بنشيل أس 2 دي نعمل إيه؟ كنا بنجيب الجذر يا أستاذ التربيع. طيب لو كان يا باشمهندس س أس 3 بتساوي 27، كنت بتعمل إيه؟ كنت بقول الجذر التكعيبي لل 27، كنت باخد الجذر التكعيبي للطرفين. طب ده معناه إيه؟ ده معناه يا أستاذ 27 أس تلت. اللي أنا تعلمته النهاردة معناه 27 أس تلت. إيه اللي حصل في التلاتة؟ جبت لها المعكوس الضربي يا أستاذ. قالك في المعادلات، في المعادلات ركز، لما يكون الأس كسر تقدر تشيله بالمعكوس الضربي. في المعادلات أهي، لما يكون الأس كسر تقدر تشيله بالمعكوس الضربي كده. هل في اي مشاكل؟ مش فاهم يا استاذ. تاني شفت الاس ده كان كام؟ 3 على 2، تقوم قلبه يبقى كام؟ 2 على 3. يبقى انا لما احب اشيل الاس بشيله بالمعكوس الضربي. وركز بقى، امتى يا استاذ احط هنا موجب او سالب وامتى ما احطش؟ بتبص على الاس اللي هنا، لو كان فردي ما نحطش موجب او سالب. يبقى السين بتساوي ال 64 دي 4 اس 3 في تلتين، لان اس مكرر بيتضرب، 4 اس 2 ب 16. ده اهي قلت له دي معناها 4 اس 3، وقمت ضارب ال 3 في تلتين، يبقى النتيجه ب 16. تعال نشوف المساله دي، ملاحظ ان الاثنين زي بعض تمام. هنا السين يا أستاذ أس تلتين، الأس قسمته على التلاتة بتساوي 64، بنشيل ده ازاي؟ بنشيله بالمعكوس الضربي، يبقى السين بتساوي 64 أس تلاتة على الاتنين. لاحظ هنا البسط ماله؟ البسط زوجي. طب لما يكون البسط زوجي لازم أحط موجب أو سالب. يلا يا باشمهندس، سين أس 7 على 2، مديك مسألة جاهزة. بص يا أستاذ، اللي هنا فردي يبقى أنا مش هحط موجب أو سالب، يبقى السين قيمتها ب 128 أس 2 على 7، بشيل ده أجيب له المعكوس الضربي. تمام، ال 128 2 أس 7 دول راحوا مع بعض، يبقى الناتج 2 أس 2 ب 4. بالنسبة للناس اللي عندها عقدة نفسية، يا أستاذ هو ال 128 ده أنا أعرف كم أس كم إزاي؟ أنت جبتها إزاي؟ في قدامك طريقين، طريق بالآلة الحاسبة، بتجيب الآلة الحاسبة الجميلة الظريفة وتكتب 128 بتساوي شيفت فاكت، شفت الزرار ده؟ ده فاكت، بيطلع لك المسألة زي ما أنت شايف اللي هي 2 أس 7. إلى الآن تمام؟ تمام.
الطريق الثاني انك تمسك ال 128 تحللها 128 على 2 64 على 2 32 على 2 16 على 2 8 على 2 4 على 2 2 على 2 1. لو جمعت دول هتلاقيهم 7 اتنينات، يبقى 2 اس 7. تمام؟ تمام. تعال نشوف دي. بص يا ابو حميد، هنا س ناقص 1 اس 5 على 3 بتساوي 32. ونيجي بقى للناس اللي بتألف في الرياضة، اللي بتعمل رياضة جديدة على هواها، بيعملوا ايه؟ بيقوم ماسكين الأس ده حاطينه عادي وحاطينه عادي. غلط يا سوق. امال يا استاذ، مستحيل مستحيل الأسس دي تقدر تتصرف فيها لو كان في المسألة جمع وطرح ابدا. امال اعمل ايه؟ شيله بقى. انا عاوز اشيل ده، فردي ولا زوجي؟ ده فردي يا استاذ، ببص لخانة البسط، فردي. يبقى مش هنحط موجب او سالب، يبقى 32 اس 3 على 5. ها ال 32 كام اس كام يا سيدي الناس؟ دي 2 اس 5 يا استاذ. صح، دول راحوا مع بعض. اتبقى س ناقص 1 بتساوي 2 اس 3 اللي هي 8، يبقى س تطلع بتساوي 9. عدت السالب 1 ده باشاره مخالفه. الى الان تمام ان شاء الله يا استاذ. طب المساله دي سين يا أستاذ أس 4 على 3 بتساوي 81، ده هنا ده زوجي يا أبو حميد. صح، يبقى أحط موجب أو سالب. أيوة، إمتى بنظهر الموجب أو سالب؟ لما بنقل الأس من هنا أحطه هنا، كده بيظهر الموجب أو سالب. وخلي بالك بتنقله بالمعكوس الضربي. يبقى السين بتساوي موجب أو سالب 81 دي 3 أس 4. لما يكون في أس كمان بنضربهم في بعض، دول بيروحوا مع بعض، يبقى السين بتساوي موجب أو سالب 3 أس 3 اللي هي في 27 يعني. إلى الآن تمام يا هندسة؟ إن شاء الله. تيجي صعب الموضوع شوية؟ تعالى. المسائل دي يا أستاذ، المسائل دي يا باشمهندس خاصة بالتحليل، بس هنا في زتونة خد بالك منها. هتلاقي الموضوع بسيط بس ركز. انت شفت 4 على 3 دي؟ مش انا اقدر اكتبها ال 4 دي 2 في 2 يعني 3 في 2؟ ما احنا اتفقنا الاس المكرر بينضرب، يبقى س اس 3 في 2 تاني، ده 4 على 3. ال 4 دي قمت قايل انها 2 في 2 اهو، ناقص 10 س اس 3 اهو، زائد 9 بتساوي 0. الى الان تمام؟ مش فاهم يا استاذ. واحده واحده، انا عارف ان هي دي العقده. واحده واحده، س اس 4 3، ال 4 3 دي ال 4 3 اقدر اكتبها 3 في 2، فانا قمت جاي 3 في 2 اهم اس متكرر، وقمت حاطط على دول قوس كده، انا ما عملتش اي حاجه، بس انا حولتها ان عينيا تقدر تشوفها كانها مجهول اس 2 ناقص 10 من المجهول زائد 9. يعني انا كمدرس عينيا شايفاها دلوقتي كان مجهول اس 2 ناقص 10 من المجهول زائد 9 بتساوي 0. ده تبقى مساله تحليل يا استاذ. برافو عليك، ده اللي انا عايز اوصله لك. خلاص، دي أسها ضعف دي، يبقى دي تحليل. سين أس 3 في سين أس 3، التسعة 1 في 9، ليه؟ لأن مجموعهم 10، إن كان الأخير موجب القوسين مثل المنتصف. ومنها سين أس 3 بتساوي 1، ومنها سين أس 3 بتساوي 9. في مشاكل إلى الآن؟ لا يا أستاذ. بتشيل الأس الكسر ده بقى إزاي؟ كان أول خطوة بعملها يا أستاذ بشوفه هو زوجي ولا لا، لقيته زوجي، يبقى الناتج أحط موجب أو سالب. 1 أس 3 على الاتنين، 1 أس أي حاجة بواحد. تمام، خلصنا من دي. تعال هنا، الأس ده زوجي يا أبو حميد، يبقى السين بتساوي موجب أو سالب 9 أس 3 على الاتنين.
التسعة دي كانت كام أس كام؟ 3 أس 2. الاثنين راحت، يبقى الناتج موجب أو سالب 27. يبقى مجموعة الحل كلها كام؟ 1 يا أستاذ وسالب 1 و27 وسالب 7. إن كنت لسه مش قادر تفهم تاني واحدة واحدة. يلا، دي سين يا أستاذ أس 4 على 5 ناقص 3 سين أس 2 على 5 ناقص 4 بتساوي 0. عدد ده بإشارة مخالفة. يلا يا سيدي الناس، الأربعة دي كان في كام؟ ده دي 2 يا أستاذ في 50، أو الأربعة 2 في 2 هي كده. إمتى بضرب الأسس؟ لما يكون متقرر أهو. ناقص 3 سين أس 50 ناقص 4 بتساوي 0. أنا عناية شايفة إيه؟ شايفة سين أس 50 دي مجهول اسم وليكن صاد كده. ممكن يا باشمهندسين أكمل تحليل عادي على الصاد دي عادي، يعني الصاد في صاد، الواحد في 4، الأخير سالب، الكبير ياخد النص والتاني عكسه. وهذا أم بدل الصاد دي وحاطت سين أس 50. ده لو انت ما بتعرفش تحلل لو كان الأسس كسرية. تمام؟ تمام يا أستاذ. أنا بس عشان أفضي مكان معلش هحلل عادي. سين أس 50 ناقص 1 زائد 1 في سين أس 50 ناقص 4. ومنها سين أس 50 بتساوي سالب 1. يا أستاذ ده الأس ده زوجي، إزاي بيطلع سالب؟ ده مرفوض. الأس ده يا أستاذ زوجي، ازاي بيطلع سالب؟ مرفوض يا باشمهندس. هنا السين اس 50 بتساوي 4، هشيل الاس ده، يبقى السين بتساوي موجب او سالب، ركز، موجب او سالب 4 اس 5 على الاثنين. يبقى هنا يا استاذ موجب او سالب ال 4 دي 2 اس 2 في 5 على الاثنين، راحوا بموجب او سالب 2 اس 5 اللي هي ب 32. يبقى مجموعة الحل موجب أو سالب 32. إلى الآن تمام يا باشمهندس؟ طيب نصعب الموضوع شوية. يا الله يا أستاذ صعب. سين زائد 15 بتساوي 8 من جذر سين. إيه ده يا أستاذ؟ عاوز مجموعة الحل. طب هتصرف في دي إزاي؟ ساوي السؤال بالصفر الأول. ناقص 8 جذر سين زائد 15 بتساوي 0. إلى الآن تمام؟ تمام. ركز بقى، الأس اللي هنا قد اللي هنا مرتين ولا لا؟ دي يا أستاذ تعتبر سين أس 2 على 2، ودي سين أس نص، ودي 15. 2 على 2 دي يا باشمهندسين أقدر أكتبها سين أس نص أس 2 كده. أنا عليا شايفها إيه؟ شايفها ص تربيع ناقص 8 ص زائد 15. فبالتالي لما أجي أحلل بقت سين أس نص في سين أس نص. الخمستاشر تلاتة في خمسة، الأخير موجب القوسين مثل المنتصف بتساوي صفر. ومنها سين أس نص بتساوي تلاتة، هشيل الأس ده من هنا أجيب له معكوس، يبقى تلاتة أس اتنين. وهنا سين أس نص بتساوي خمسة، يبقى السين بتساوي خمسة أس اتنين. ركز يا هندسة، ليه ما حطناش موجب أو سالب؟ لأن اللي فوق هنا فردي. يبقى السين طلعت بتساوي 9 والسين طلعت بتساوي 25. طب تعالى لهنا، السؤال ده هنتصرف فيه ازاي يا هندسة؟ بسيطة قوي يا أستاذ. دي سين أس 5 ناقص 3 بتساوي سالب 2 على سين أس 5. كويس قوي. دلوقتي يا باشمهندس ايه المشكلة اللي معاك؟ إن الجذر في المقام يا أستاذ. طب أنا عايز أشيله، هضرب المسألة دي كلها فيه، يبقى هنا في سين أس 5، هنا في سين أس 5، هنا في سين أس 5. سين أس 5 في سين أس 5 في حالة الضرب بجمع الأسس. ناقص 3 في سين أس 5 بتساوي السالب 2 لأن دول اتكنسلوا مع بعض. ساوي السؤال بالصفر. قلت له تمام، أهو هنعدها بإشارة مخالفة، بقى هنا زائد بتساوي صفر. عينيك شايفها ايه؟ ص تربيع ناقص 3 ص زائد 2 بتساوي صفر. يلا، سين اس 5 في سين اس 5 الاثنين 1 في 2 يا استاذ،
الأخير موجب القوسين مثل المنتصف تماما، ومنها سين أس خمس بتساوي واحد. ها الأس هنا زوجي ولا فردي؟ فردي يا أستاذ. يبقى السين بتساوي واحد، سين أس خمس بتساوي اتنين، يبقى السين بتساوي اتنين أس خمسة. قال لا يا أستاذ، الواحد ليه ما حطتش عليه أس خمسة؟ يا ابني ما واحد أس أي حاجة بواحد. يبقى النتيجة طلعت كام؟ واحد واتنين وتلاتين. دي مجموعة الحل. تمام يا باشمهندس؟ عرفت يعني ايه أس كسر؟ عرفت لو جالك في حل المعادلات بتتصرف فيه ازاي؟ تمام. ايه بقى قوانين الأسس؟ تعال نستذكرها. كان يا باشمهندس العدد لو أس صفر بواحد، يعني لو انا كان معايا مثلا ايه؟ اتنين أس صفر، دي بكام؟ دي بواحد. يبقى القانون الأول لو كان معايا ألف أس صفر بواحد، بشرط. إيه هو الشرط؟ إن ألف لا تساوي الصفر، ألف دي ما تكونش صفر. قلت له تمام. قال تاني حاجة، الأس المتكرر بينضرب، يعني لو معاك ألف أس مين أس نون، قالك في الحالة دي اضربهم، يبقى ألف أس مين نون. بس خلي بالك، ألف أس مين أس نون مش هي دي، دي يا باشمهندس ألف أس مين، المين دي أسها نون. ده معناه كده مش معناه كده، ركز. حاجات بسيطة كده بتعقدك في الدنيا، موضوع بسيط قوي. قوس كده وكان الأس موجود يبقى الأس ده يتضرب في بعضه، ما فيش قوس يبقى الأس ده أس لبعضه، يعني الميم دي بقى أسها نون دلوقتي. تمام؟ تمام يا أستاذ. طب لو كان معاك يا باشمهندس اسمه ألف على به أس نون، قال لك الأس المشترك ده وزعه، يعني تكتب ألف أس نون على به أس نون والعكس صحيح، يعني لو لقيت هنا أس وهنا زيه ممكن تاخده مشترك. في الضرب زيه تماما، يعني لو معاك ألف في باء أس نون، تخيل الألف كمان كان أس مين، يبقى الناتج ألف أس مين في نون مضروبين في بعض في باء أس نون، مسكت النون دي وزعتها هنا وهنا، فجات على دين ضربوا في بعضهم. بس خلي بالك الكلام ده ما بينطبقش على الجمع أو الطرح، يعني لو معاك ألف ناقص به أس نون مش هي ألف أس نون ناقص به أس نون، ولو معاك ألف زائد به أس نون مش هي ألف أس نون زائد به أس نون. ركز يا باشمهندس، ركز في الديتيلز البسيطة دي بتعقدك. طب يا أستاذ أنت بجمع الأسس، قالك في حالة الضرب لو معاك ألف أس مين في ألف أس نون، يبقى النتيجة هنا ألف أس مين زائد نون في حالة الضرب بجمع الأسس. طب في حالة القسمة، في حالة القسمة بنطرح الأسس، يبقى ألف أس مين ناقص نون. آخر حاجة يا باشمهندس، يعني إيه أس سالب يا أستاذ؟ الأس السالب ده يا باشمهندس بيقلب اللي تحته، يعني لو معاك حاجة تحت عايز تطلعها فوق غير إشارة الأس، ولو كان معاك حاجة فوق عايز تنزلها تحت غير إشارة الأس. دي يا باشمهندس قوانين الأسس اللي إحنا درسناها قبل كده. هل لو جيت أطبقها على الأسس لما تكون كسر في اختلاف ولا أي اختلاف؟ نفس التطبيقات تماما. تيجي نشوف أمثلة؟ يلا بينا. تعالى يا باشمهندس كده قول لي هتتصرف هنا ازاي. ده يا استاذ معناه ألف أس 3 على 5 في ألف أس 3 على الاثنين، ده جذر 5 هقسم على 5، جذر تربيعي هقسم على 2. طب في حالة الضرب بنعمل ايه في الأسس؟ بنجمعها يا استاذ، يبقى 3 على 5 زائد 3 على 2. على الآلة الحاسبة اوعى الناس اللي بتقول 5 و2 7 وتهبل كده، لا بنعمل ثلاث خطوط كده، ولا اما تستخدم الآلة الحاسبة. 2 في 5 ب 10، 3 في 5 ب 15، 2 في 3 ب 6، يبقى الناتج ألف أس 21 على 10. ممكن يا باشمهندس ما تلاقيش الاختيار ده في الاختيارات، طب هتتصرف ازاي؟ ال 21 عبارة عن كام؟ الواحد وعشرين عبارة عن 20 زائد 1 مقسومين على 10 اهو، يبقى ألف أس 2 زائد 1 على 10. انت بيجمع الأسس
في حالة الضرب يا أستاذ. يبقى كان ألف أس اثنين في الجذر العاشر لألف، لأن ألف أس واحد على عشرة الجذر العاشر لألف. تمام يا هندسة؟ تمام يا أستاذ. طيب المسألة اللي بعدها دي، يا أستاذ اقسم الأس على صاد، فأنا هضطر أخذ الصاد مشترك، يبقى لي صاد ناقص واحد على صاد دول راحهم، يبقى الناتج 3 أس صاد ناقص 1. طب السؤال اللي بعده، ما تتخضش يا أستاذ، السؤال اللي بعده ده بيقول أنا معايا الجذر الرابع ل 2 أس تلت على 7 أس نص. الجذر الرابع يعني هقسم الأس ده على 4، بقى 2 أس 1 على 12 ده رابع، يبقى أنا هضرب المقام ده في 4 كده عشان اشيل ده هون، على 7 أس 1 على 8. برافو عليك. يبقى هنا ده معنى ايه؟ ده معناه يا أستاذ الجذر ال 12 لل 2 على الجذر الثامن لل 7، بس ده معناه يا هندسة. طب المسألة دي يا باشمهندس معناها ايه؟ معناها يا أستاذ كان معايا 2 أس سدس أس خمس أس 30. الأس المتكرر بنعمل فيه إيه؟ بنضربه في بعضه، يبقى 2 أس سدس في 5 في 30 كده، دول راحوا مع بعضهم، يبقى الناتج طلع بيساوي 2. يا رب تكون واضحة معاك. طيب يا أستاذ دي ركز بقى هنا، الراجل مطلع المقام بتلاتة، هو ده كان جذر تكعيبي؟ لا. طيب عشان أشيل الجذر الخامس مع ده لازم يكون ده كام؟ 3 أس 5. نركز بقى في السؤال اللي بعده، ده الجذر الخامس يا أستاذ. طيب ال 27 دي كام أس كام؟ ده دي 3 أس 3، علشان أصلا تنشال ويتبقى 3 لازم يكون دي 5. طب أعمل إيه؟ اضرب فوق وتحت يا باشمهندس في 9. ليه؟ عشان لما تيجي تجمع الأسس، دي 3 أس 3 ودي 3 أس 2 يبقى 3 أس 5، فيطلع الناتج جذر 5 لل 18 على الجذر الخامس لل 3 أس 5، فالناتج هيطلع الجذر الخامس لل 18 على ال 3، يبقى هنا الجذر الخامس لل 18. طب يا أستاذ المسألة دي هتصرف فيها إزاي؟ دي معادلة، شيل الجذر السادس حط أس 6 في الناحية التانية، يبقى جذر 2 في الجذر التكعيبي لل 3 أس 6. هنوزع أس 6 على كل واحدة، هنحطها هنا وهنحطها هنا. 2 الستة في نص، ما هو ده يعتبر أس نص، الستة في نص باتنين أس 3، الستة في تلت بتلاتة أس 2، يطلع الناتج 8 في 9 يا باشمهندس. المسألة دي يا أستاذ دي معادلة، المجهول أهو، عايزين نشيل الجذر السادس، هنحط أس 6 في اليمتين كده يا أستاذ أهو. لما جينا بقى نضرب الأسس، ما هو ده يعتبر أس تلت، يعني 2 جذر 3 في جذر 2 الكل أس تلت في 6، هنا مين؟ جذر 2، تلت الستة 2، هنوزع أس 2 على كل حاجة، يبقى 2 أس 2 جذر 3 جذر 2 أس 2 بتساوي مين؟ جذر 2. إلى الآن تمام؟ تمام. أس 2 ده شال الجذر ده يا أستاذ، كويس قوي. بنيجي بقى يا باشمهندسين نقوم حاطين هنا 4 في 3 جذر 2 بتساوي مين؟ جذر 2، كويس. دول راحوا مع بعض يا أستاذ، يبقى الميم طلعت بكام؟ الميم يا أستاذ طلعت ب 12. طب تعالى للسؤال ده، السؤال ده يا أستاذ 18، ال 18 كام في كام؟ 2 في 9. طيب الجذر التربيعي ل 12 أس 3، ده 12 أس 2 في 12 في 1 على ال 24، ال 24 2 في 12 يا أستاذ، كويس. التسعة هتطلع بكام؟ ب 3 من الجذر التربيعي. طب وهنا جذر التربيعي ل 12 أس 2 ده ب 12، جذر 12 في، مش الجذر بنقدر نوزعه يبقى جذر 2 في جذر 12، ده راح مع ده وده راح مع ده،
يبقى الناتج طلع يا أستاذ بيساوي 36. لازم يا باشمهندس تستذكر ان في الجامعة الأسس بتقف، في الجامعة مسائل الأسس بتقف. يبقى 3 في 2 أس س زائد 2 زائد الأربعة دي أو الجذر التربيعي للأربعة ب 2 أس س زائد 2. ركز، بدل ما أقول بقى أقسم الأس على 2 وارجع أقول الأربعة 2 في 2، جبت الجذر على طول على 2 أس س زائد 3 ناقص 6 في 2 أس س. جينا يا باشمهندسين لدي قلنا له في حالة الضرب بنجمع الأسس، يعني كنا نقدر نكتبها 2 أس س في 2 أس 3. لقيت من فوق فيه مشترك ومن تحت فيه مشترك، أخدت المشترك اللي فوق وأخدت المشترك اللي تحت، اتبقى من هنا 3 زائد 1 حفظ خانة، افتكر لما بتاخد مشترك، واتبقى هنا 8 ناقص 6. في حالة القسمة بطرح الأسس، يبقى 2 أس 2 في دول 4 ودول 2، 4 على 2 في هال 2، يبقى الناتج طلع بيساوي 8. السؤال ده يا باشمهندس هنتعامل معاه ازاي؟ واحد قال بص يا أستاذ، هو ده حضرتك التسعة 3 أس 2 ناقص جمع الأسس، يبقى دي كانت 6 في 3 أس س. تاني يا شباب، ده هي قلت 3 أس س في 3 أس 1 كده، 3 في 2 بال 6، وقمت جاي قايل له ده دي مسألة تحليل يا أستاذ، 3 أس س ناقص 3 في 3 أس س ناقص 3، ده قوس أس 2 بتساوي 24، أس 2 شال الجذر، يبقى 3 أس س ناقص 3 بتساوي 24، ومن هنا أقدر أكمل. 3 أس س بتساوي 24 زائد 3، 3 أس س بتساوي 27 اللي هي 3 أس 3، إذا تساوت الأساسات تتساوى الأسس. السؤال ده هنتصرف فيه إزاي؟ جمع يا أستاذ، يبقى المسائل دي ما بتتحلش إلا بالعامل المشترك. في ناس تقول نص أس س زائد 1 عامل مشترك، ليه؟ هنيجي على دي يا أستاذ نكتبها س زائد 1 زائد 2، ودي س زائد 1 زائد 4 كده. هناخد نص أس س زائد 1 من كله، اتبقى من هنا 1 حفظ خانة، ومن هنا نص أس 2، ومن هنا نص أس 4. حدش يقول هيتبقى الأس بس يا أستاذ، يعني أنت خدت نص أس س زائد 1 هيتبقى 2، تهبل يا عبيط. لازم يا باشمهندس يبقى نص أس اللي اتبقى، تمام؟ ماشي يا أستاذ، هنا نص أس س زائد 1 في هنا الواحد وهنا ربع وهنا 1 على 16. لو معاك آلة حاسبة تمام، عايز توحد المقامات خلي المقام كله 16 تبع الكبير، شوف الكبير كام خلي كله زيه. هضرب هنا في 4 يبقى فوق وتحت، هضرب هنا في 16 يبقى فوق وتحت، يبقى نص أس س زائد 1 في المقام هنا 16، هجمع 16 زائد 4 زائد 1 20 و 1 21، هنعمل المقص، يبقى نص أس س زائد 1 بتساوي 84 في 16 على 21، دول كانوا 21 على 16. قمت عامل المقص، ضربت اللي تحت فوق واللي فوق هنا تحت اهو، هنا فيها الأربعة، يبقى نص أس س زائد 1 بتساوي 2 أس، دي 2 أس 2 ودي 2 أس 4، يبقى الناتج كله 2 أس 6. عايز أخلي الأساس زي الأساس عشان أقول الأس بيساوي الأس، ركز في القاعدة دي. قلت له بغير إشارة الأس يا أستاذ، لما أكون عايز أقلب حاجة كانت فوق أنزلها تحت بغير إشارة الأس. الأساس زي الأساس، يبقى الأس بيساوي الأس، ومنها السين بسالب 7. يا رب تكون واضحة معاك. آخر مثال يا هندسة معانا، 3 أس س في 3 أس ص، قلت له دي 3 أس س زائد الص بتساوي 3 أس 3، الأساس بيساوي الأساس،
يبقى الأس بيساوي الأس، ومنها السين بثلاثة ناقص صاد. تمام كده؟ تمام. طب في الجمع ما ينفعش يا أستاذ، خد عامل مشترك ما ينفعش يا أستاذ، طب نعمل إيه؟ قمنا جايين يا باشمهندس قلنا بص يا أبو حميد بقى حضرتك، أنا معايا السين قيمتها بثلاثة ناقص صاد، دي معناها 3 أس 3 على 3 أس صاد. هنضرب المسألة دي كلها في إيه؟ في 3 أس صاد عشان أشيل اللي في المقام ده يا أستاذ. دول راحوا مع بعض بقى 27 اللي هي 3 أس 3. هنا 3 أس 2 صاد. هنا 12 في 3 أس صاد. سوي المسألة بالصفر يلا. 3 أس 2 صاد ناقص 12 في 3 أس صاد زائد 27 بتساوي صفر. حلل يلا. فتحت قوسين 3 أس صاد في 3 أس صاد. ال 27 3 في 9 الأخير موجب القوسين مثل المنتصف، ومنها 3 أس صاد بتساوي 3 أس 1 يعني الصاد بواحد، 3 أس صاد بتساوي 3 أس 2 يعني الصاد باتنين. طب عايزين قيم س، انا جبت الصاد، روح للسين هنا، 3 ناقص 1 2، 3 ناقص 2 1، يبقى مجموعة الحل هي 2 و1 و1 و2. بس كده يا باشمهندس، ده كان درس الأسس الكسرية، عارف اني طولت عليك، أتمنى ان اكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.